الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما الفيديو رقم 21 خاص ب ترونكوما انفورماتيك ترونكوما اللي غنحاولوا في الفيديو ذكر فين الذكرى تنفع المؤمنين. تشوفوا بعدا كذا الشيء اللي شلنا تلخيص ديال المهارات السابقه وندوزوا لهذا الفيديو. هذا الفيديو غنطرقوا ان شاء الله لي فاريابل، المتغيرات، كيفاش نقدروا نديكلاريو لي فاريابل، كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش نقدروا نكتبوهم. فوالا، قبل من هذا اجي نتفكروا شي شويه. اش قلنا الاسئله ديال الفروض بحال هذا عباره عن فرض كمثال، عاد غندوزو لي فاريابل. اشنو غيقول لك؟ اشني دوني ديفينيسيون دان الالغوريثم، دان كلاسيك هاد القضيه. اذا انا نكتب لك السؤال ونعرفو نجاوبوه، عاد نتمو ان شاء الله غادي. اذا كما قلنا نرجع نحاول ندير السؤال يكون بواحد اللون والجواب. اذا دوني غيقدر يقول لك هو دوني اون ديفينيسيون، تعريف دوني، يعطي تعريف ديفينيسيون دان الالغوريثم. اشنو هو الالغوريثم؟ اذا شلنا هذيك المره غتقول لي الالغو، غتقول لي الالغو سهله، اي لونسومبل دي زيتاب، هي مجموع مراحل، لونسومبل دي زيتاب بور ريزودر، باش نحلوا واحد البروبليم. ريزودر ينحل، نعطي الحل، ريزودر ان بروبليم دوني، ان بروبليم بلاش هذيك دوني كاع، ريزودر ان بروبليم. الحمد لله. غيقول لك سيدي دوني لي زيت لي غتقول ليه، غيقدر يقول لك ثاني كيسيون هو كيسيون الثاني. غيقول لك سيدي كيل سو لي بارتي دان الالغو، ولا دوني لا ستركتور جينيرال. اذا نقدر يقول لك بحال هكا، دوني لا ستركتور، البنيه العامه، لا ستركتور دوني، عطينا لا ستركتور هي البنيه، دوني لا ستركتور جينيرال العامه، جينيرال دان الالغوريثم ديال واحد الخوارزميه، دان الالغوريثم. اذا انت خاصك تكون عارف بان الاجزاء ديال الالغو، غتقول ليه الالغو بحال هكا باختصار تساوي واحد لونسيت فوالا زائد واحد الكور، واحد الكور ديال البروغرام. تقدر تقول ليه اونسيت زيد ثاني على بغيتي، تقول ليه ثاني ديبي فوالا، وتقول ليه زائد الكور فوالا زائد فا، غير باش تبين لي. بغيتي ديطاي مزيان غتقولي اون بارتي كونسيرنون لي فاريابل فوالا، وتقولي زائد ديبي فوالا زائد القراءة ديال المعطيات. حنا نشوفوها ليكتور، قل اقرا اكرير لي اكرير لير، ليكتور ليكتور اي اكري سور دي دوني، زائد فوالا زائد تريتمون زائد افيشاج دو ريزولتا. هادي متقدمه، احسن انت دير غير الاولى، افيشاج دي ريزولتا فوالا. تقدر تعطي هاد الهيكل، غتقول لي بحال هكا فاريابل المعطيات، تندير اخويا واحد ديبي فوالا، ديبي ها هي ديبي بشويه باش ما نزربش، بديت تنزرب فوالا انا ديبي بدايه البرمجيه ديبي، ودائما ديبي اش تكون عندها؟ تكون فا فوالا. وهنا اش تقول ليه؟ تقول ليه هنا ليكسور اكريسور دي فاريابل، وغتقول ليه تريتمون كالكول، تريتمون اي كالكول، وفي الاخر افيشاج ديال النتائج. برافو، مزيان، هذا ملخص الحمد لله. غيجي السؤال رقم 3، شوف معايا هادشي كاع غتزدنا فيه باش من هنا. خود ايكرون، دير امبريسيون ايكرون، ولا بغيتي تبقى عندك التعريف هذا، ما بغيتي صافي ماشي مشكل. اذا ندوزو للسؤال الثالث اللي هو كلاسيكي جدا، تقدر تلاح. غيقول لك كيل سون لي تيب دي فاريابل، غيقول لك اصاحبي هو لوبجي ديال الفيديو السابق اللي قرينا، وان شاء الله غنحاولوا اننا نشوفوا اشنو هما لي فاريابل ساهله دي ديفينيسيون. والفيديو الثاني غندير معكم ثاني مراجعه وملخص. نبقاو غاديين كل مره نقدموا ان شاء الله مهاره جديده، ولكن قبل ما ندخلوا هذه المهاره الجديده نحاولوا نتاكدوا باننا استفدنا من الفيديوهات السابقه وحاولنا نحفظوا، لان ما عندكمش الوقت اللهم تقرا الفيديو اللهم تحفظ في نفس الوقت. اذا عندك سيدي السؤال رقم 3، السؤال الكلاسيكي، غيقول لك سيدي كيل سون
sont les types? Quels sont les types des variables? Voilà. Quels sont les types des variables? Radgouli, il existe trois types de variables. Radgouli, il existe yani youjed. Il existe youjed. Voilà. Il existe trois types. Il existe trois types. Il existe trois types de variables. Voilà. تقدر تقول هاد اللعيبه اسافار فوالا ولا بلا فلسفه اكزيست تروا تيب دو فاريابل وتنزل لتحت لان عندنا اشكال في الفرنسيه وبالتالي نحاولوا نستعملوا لو مينيموم اذا اكزيست تروا تيب دو فاريابل وتنزل السطر اخويا تقول لي النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث هنا اخويا غتقول لي لي زونتيي لي زونتيي او ما معنيه المجموعه زد غدير لي هادي عرف كوير اونتيتي يعني هي اللي فيها الناقص والزائد هادو اخويا اونتيي غتقول ليه لي غيال لي غيال غتقول ليه بحال هكا يا ار فوالا وغتقول ليه لي فاريابل بوليان لي فاريابل بوليان هادو لي فاريابل بوليان اخويا لي فاريابل بوليان تقدر لا نسيتي هاد الكلمه المنطقيه المتغيرات المنطقيه يعني الفاريابل لوجيك صافي الاول الثاني الثالثه تراضي وعلى قاعد تفركس عليه كنتي عندك مع الانجليزيه غتقول لي لي انتيجر وهذه اخرى غتقول لي لي غايل وهذه اللي غتقول لي بوليان نيس كاع بحال بحال فوالا هادو بالانجليزيه فوالا بالعربيه الاعداد الصحيحه الطبيعيه الاعداد الحقيقيه والاعداد المنطقيه الحمد لله حتى بخير تيبقى خويا دابا الفاريابل كيفاش نقدر ندير واحد الفاريابل ها هما دو الدرس اللي دير هذا الفيديو هذا اشنو هما المتغيرات هو اللي قلنا قبيله غيقول لك سيدي غيقدر يزيدك واحد الكاستيون غيقول لك سيدي كال غيقول لك سيدي كال سون زعما كاين لي دوني لي دو تيب دي دوني لي دو تيب دابا هنا حنا لي زونسومبل دابارتونونس اين هاد المعطيات اين فين تسكن فين تسكن تنتمي وكاين لي فاريابل دونتري ولي فاريابل دو سورسي او المعطيات والنتائج اذا اخويا ندوزو لي فاريابل لي فاريابل بصفه عامه شوف معايا مزيان لي فاريابل اش قلنا غيقول لك سيدي لي فاريابل تدير بحال كوتا تكتب اش قلنا قبيله قلنا بان كاين واحد الجزء خاص ب المتغيرات العقلتي فوالا فاريابل عقلنا على هذه مزيان اذا خذ سكرين باش نقدر نمحي هذه اذا نمحي اخويا هاد كامله نمحيها تبقى شوف معايا اش قلنا قبيله قلنا بان لي فاريابل هما المعطيات والنتائج يعني اي الغو غتلقى فيه لي دوني ديال المشكل والريزولتا فوالا مزيان يعني عندنا جوج ديال لي سيب ديال لي فاريابل وقلنا بان الغو فيه ديبي بدايه الخوارزميه وفيه في الاخر ف بلونغلي بيغان اند في الاخر هنا خويا هذا هو الجزء المخصص بلي فاريابل هذا الجزء المخصص كيفاش غنكتبوا هذه المتغيرات فوالا تخيل كنا بغينا نديروا شي بروغرام اللي فيه اس تساوي لنا ا زائد بي المعطيات هما ا وبي والنتيجه هي اس اذا وانا قلت لك مثلا هذا الاكزرسيس قلت لك بحال هكا هذا اكزرسيس قلت لك اسيدي ايكرير لي فاريابل هما دير نالغو شوف معايا مزيان حنا باقيين في داك الفرض الحل هذا دير نالغو ايكرير لي فاريابل دير نالغو كي كالكول لا سوم دو دو نومبر مزيان تخيل سيدي عطاك الجمة السؤال هذا قالك سيدي ايكرير واحد الالغوريثم ولكن لي فاريابل ماشي الغو كامل لي فاريابل كي كالكول لا سوم دو دو نومبر وعطاك بان هاد لي دو نومبر سون اونتيي اعداد
تنتمي الى زد، كي نديروا الاداب هنا. اذا اش دير؟ دائما قلنا خويا لابا تكتب واحد، اشنو هما المعطيات وشنو هما النتائج في هذا لالغو، هذا لالغو هذا. قلنا لالغو هي مجموعه المراحل اللي حل اشكال ما، والمرحله الاولى اخي العزيز وهي تحديد المعطيات وتحديد النتائج، يعني il faut extraire les données puis les résultats. فهاد الحاله ديالنا، هاد الحاله خويا ديالنا، اشنو هما المعطيات؟ اذا لي دوني اشنو هما؟ خاصك تقولهم هما او بي، ولي ريزولتا اشنو هي؟ هي اس. تفهم؟ اذا شوف كيفاش تكتب لي فاريابل. هذا هو الدرس حنا على لي فاريابل، كيفاش نكتبوهم في الخوارزميه. أقل مزيان قلنا عندنا واحد الجزء خاص بالمتغيرات، ثم تنديرو بيغان ولا ديفي. غيحتارمك إلا درتي بيغان، لأن لونجلي هي الأساس، لأن كلشي غيترجم للإنجليزية. شاش دير؟ تدير أخويا تكتب الكلمة فاريابل، تدير اسم الفاريابل شنو هو، هو أ، تدير جوج نقاط وفين تنتمي، فين تنتمي هي أونتيي. وعقل صاحبي شنو هي جوج نقاط؟ راه هي تنتمي، هادي راه بحال كتبتي في المات ا ابارتونو ا زيد. شو اخويا ا ابارتونو زيد؟ ها هي كتكتب فاريابل. عقل مزيان، تستعمل هاد الموكلي فاريابل، ها، وتدير هنا جوج نقاط وتدير هنا اونسي، هنا تتسمي السميه ديالك. يعني بصفه عامه، بصفه عامه شو دير اخويا؟ شو بصفه عامه اش دير؟ تدير الكلمة المفتاحية فاريابل، تسمى الموكلي، تسمى بلونجلي كيورد. إذا تدير بحال هكا، تدير فاريابل، تكتب فاريابل، تكتبيها، لأن غي الحاسوب غيشوف فاريابل يعرفك بأنك درتي دي فاريابل. حنا غنبينو مستقبلا كيفاش نمشي ندخلو الحاسوب. غير تكتب فاريابل تعرفك بأنك تتهضر على المتغيرات. وهنا تدير النون ديال الفاريابل، الاسم ديال الفاريابل، جوج نقاط، وتدير التيب اللي هضرنا عليهم. وشنو هما دوك لي تيب اللي هضرنا عليهم؟ هما اونتيو غير وبوليان، ماشي اللي قلنا او شان دو كاركتر. اسمح ليا، ولي شان دو كاركتر تا هما راه تيتسموا لي تيب، تا هما لي تيب اللي خاصنا نزيدوهم. اذا اسمح ليا قبيله، كنت نسيت بان لي تيب اللي قلنا قبيله هما اونتيي اللي قلنا هما زاد، وقلنا خويا غايل اللي هي ار، وقلنا خويا بوليان فوالا، وقلنا هنا متغيرات نصية والتي تسماو دي شين دو كاركتر. ولي كاركتر فوالا، هذه هي ار البوليانية لوجيك. شين دو كاركتر بحال قلتي اخويا، بحال هكا انا فوالا، ولا قلتي مثلا السلام، ولا قلتي مثلا ان باس، هذه تسمى شين، سلسلة من شين دو كاركتر. شين دو كاركتر يعني شين دو كاركتر، سترينغ يعني شين دو كاركتر، هي مجموعة من الحروف. شين هي سلسلة، دو كاركتر مجموعة من الحروف. إذا أي اسم مثلا، اسم نوم برينوم تخربيقة، كلشي شين دو كاركتر. كاركتر تيكون فيه غير واحد، كاركتر غير واحد، وديما تنديرو هاد اللعبة ديال جوج كاركتر، مثلا أ الكاركتر، مثلا بي كاركتر، سي كاركتر، مثلا دي إكسترا. صافي أصحيبي، إذا سمح لي قبيلة غتكون لاحظت بان لك تي مراجع الدرس نسيت المتغيرات النصيه ولا لي شين دو كاركتر. هي لي شين دو كاركتر فوالا، ثم لي كاركتر، ثم لي غيال، ثم لي اونزونتي، ثم لي بوليان. لي كاركتر هما واحد مثلا بحال الزيرو اكسترا. اذا نقرا خويا ديما لي فاريابل، تنستعمل فاريابل اسم المتغير فوالا. شوف هنا اسم متغير ثم التيب الذي ينتمي اليه. نعطيك بعض الامثله خويا، نعطيك بعض الامثله هنا كيفاش غنديروا دي فاريابل. نعطيك مثال، اذا نحاولوا كما طولت عليكم، اذا باقي 14 مثلا. اسمح لي على، اسمحوا لي على اسمحوا لي على سميتو، انا عطلتكم شي شويه ولكن ماشي مشكل. اشنو هما خويا لي فاريابل؟ لي فاريابل نعطيك بعض الامثله كيفاش تكتب دي فاريابل. تخيل عندنا مثلا كما قلت لنا او بي و سي، هادو اللي درنا دابا. تكتب اخويا بحال هكا فاريابل الاسم،
جوج نقاط تيب اونتيي تدير اخويا فاريابل بي جوج اونتيي دير فاريابل اس دو بوان اونتيي كاجابه على هذا السؤال. هذا زدناه. تخيل لك قلت انا مثلا ارغو كي كالكول la surface d'un triangle de base B et de hauteur H. القاعده ديالو B والارتفاع ديالو H. وقلت لك اخويا B و H ينتميان الى Z sont des entiers. اذا ركز معايا صاحبي تسمع ركز معايا صاحبي دابا ا بي و اش ينتميان لزاد ولكن اس شنو هي النتيجه ديالها؟ اس الى عطيتك دابا اس عطيتك اس اس شنو هي؟ واحد على اثنان بي في اش لان المساحه مثلث هي اس تساوي واحد على اثنان في بي في اش. دابا ملي غتبغي تقسم على جوج اس ما غتبقاش اونتيي فين غتولي تنتمي الى ار. نقولك علاش؟ لان هاتا اس تساوي واحد على جوج في بي في اش. تخيل عطيتك بي تساوي 3 وعطيتك اش تساوي 5 شنو هي اس؟ هي 1 على 2 في 3 في 5 هي 15 على 2 هي شحال؟ هي 7.5. اذا هذا فين تنتمي؟ الار فيه الفاصله ولكن او بي وهذه ينتميان الى زد. كيفاش نكتب هذه المتغيرات؟ يلاه كيفاش نكتب هذه المتغيرات؟ اش قلنا قبيله؟ قلنا دي تستعملوا فاريابل اسم المتغير فين تنتمي. وشحال عندنا دابا من فاريابل؟ حنا عندنا جوج معطيات بي و اش وعندنا نتيجه وحده. اذا كندير اصحابي كندير يلاه عاوني يلاه حاول انك توقف الفيديو تجاوب غدير هاتا فاريابل اش فين تنتمي. قلنا الاونسي لان هو في التمرين تيقول لك فين تنتمي اش و بي ولكن حتى في النتائج خاصك تفهم. اذا هنا ها هي اش تساوي بي اونسي ولكن الفاريابل اس اللي هو لا سيرفاس ينتمي الى غير لان فيه لان ربما يكون فيه الفاصله. اذا الحمد لله اش يهمنا. شوف اخويا دائما الا بغيتي ديفيني واحد الفاريابل شو كدير دائما تدير هذه اللعبه فاريابل تيب الاسم ديال الفاريابل جوج نقاط واعره والفاريابل دائما خوتي يكون اخويا تيكون الشروط ديال لي فاريابل الشروط ديال لي فاريابل لي كونديسيون ديال الاسم ديال لي كونديسيون ديال لي فاريابل كيفاش تقدر تسمي ماشي الحق وسمي خصك مجموعه من الشروط هي اللي غنشوفوا ان شاء الله في الفيديو المقبل. شكرا لكم والى اللقاء.